الإبداع والإمتاع في ميدان المرموم في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة بعد أشواط الرموز. انطلق الشوط الخامس، انطلق الشوط الخامس ليحمل الأبكار الإذاع المحليات الأصايل التي تتنافس على شرف الفوز، على شرف الناموس في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير والجميل، البحث عن السيارة، البحث عن الناموس والزعفران، البحث عن النقطة الثمينة في مهرجان سيدي ولي عهد دبي في المرموم. في هذه الانطلاقات شعارات تشكلت وتعددت في ألوانها جميلة. نسير مباشرة إلى المركز الأول اللي قادت الشوط غازية، غازية مبارك بالعود بن حمد العامري، بومسلم متواجد حاضر في هذه الانطلاقات في هذه الأمسية. بينما المركز الثاني وثاني المراكز منحاف منحاف، تأتي في المركز الثاني تتقدم مشاهدين العزاء منحاف، تتقدم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري. في هذه الانطلاقات، في هذه التحديات، في هذه الانطلاقات سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي تتقدم في هذه اللحظات وتغير على مقدمة الشوط. بينما المركز الثالث في هذه اللحظات الوثبة، الوثبة عمير بالحزمي بن قناص العامري يتقدم مع الوثبة. بينما المركز الرابع، رابع المراكز وهذه الشامخة لعبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليط الغفلي في المركز الخامس. أما المركز السادس الشرطة، تأتي في المركز السادس مالك الشرطة محمد بن علي بن سعيد اليحافي في هذه الانطلاقات. والمركز السابع هذه اللي وصلت شواهين علي بن محمد بالعبد الاكتبي. المركز الثامن، ثامن المراكز مراسيل سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي. المركز التاسع وصلت لمملكة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. والمركز العاشر الشاهينية مبخوت بن حمد بالعود العامري. هذه العشر المراكز، هذه العشر المراكز في الأصايل المحليات في شوط لا يقل أهمية عن أشواط الرموز، في شوط يحمل أصايل صالت وجالت، أصايل قدمت الكثير من الإنجازات. عوده إلى المراكز الأولى، إلى الثنتين، إلى الثنتين، ولكنها منحاف، منحاف سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي هي على رأس الحربة. ولكن المنافسة لمنحاف المنطلقة مع منحاف الشاهينية، الشاهينية ولا اللي انطلقت مشاهدين العزاء. هذه الوثبة، 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 عمير بالحزمي بن قناص العامري ينطلق مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بالحزمي. شعارات تعرف الناموس، شعارات تعرف طريق التتويج والفوز والناموس. المركز الثالث، ثالث المراكز الشامخة وعبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة يتقدم. ياتي الشاعر بن مصرح، ياتي الشاعر بن مصرح مراسيل سعيد بن حمد بن مصرح الحبابي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس اشتعال لسلطان بن حمد بن سلطان الشامسي تتقدم على المركز الخامس بحثا عن الفوز وعن الناموس. المركز السادس مملكة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يتقدم بن نوح، يتقدم مع هذه الانطلاقات وتحرك وتقدم من الشاهينية. مبخوت بن حمد بن عود العامري موقعها ممتاز للغاية، وهناك أيضا تواجد وتقدم. هذه غازي مبارك بالعود بن حمد العامري يتقدم في هذه اللحظات. هذه الأسماء المتقدمة، هذه الأسماء الأقرب للفوز للزعفران. بدأ الميدان، بدأت السيارة، بدأ السوق.
السويتش، السويتش يلمع وكل في النصر والفوز يطمع، والخالج بفضله يعطي ويمنع. تقاربت الأسماء، تقاربت الأبكار، لا زالت في المركز الأول من حاف سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي يتقدم يقود الشوط بجدارة. الملاحقة واردة عليه من كل صوب، من كل صوب. الجماعة قادمون رافعون شعار نحن قادمون في هذا الانطلاق. الله يا هذا الموقف، الله يا هذه التحديات. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، يا سلام عليه دخول، عليه تحديات في هذه الانطلاقات، في هذه اللي انطلقت على المركز الأول. تقدمت مملكة، تقدمت مملكة. نواب بن نوح راح، نواب بن نوح راح، نواب بن نوح على المركز الأول على الانطلاقة. يلا ركز 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 في مسار الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، تقدمت مشاهدين الأعزاء مملكة. نواب بن نوح بن أحمد البلوشي يتقدم بالمركز الأول، يروح بناموسي هذا الشوط. 1200 نارت من الابكار، نارت من الابكار. مملكة، مملكة نواب بن نوح بن احمد البلوشي انفردت بالمركز الاول، بينما تحركت الشاهينية مبخوت بن حمد بالعود العامري على المركز الثاني. اللي قلت لكم موقعها جميل، تحدياتها جميلة. يا سلام يا سلام الموقف، ولكن ير الشوط. روح نواب، روح روح نواب بن نوح. اعصابك 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 يا نواب، اعصابك يا بن نوح. ولكن بالعود، بالعود مبخوت يا مبخوت، مبخوت يا مبخوت. يا سلام، ولكنها لا زالت، لا زالت مملكة. نواب بن نوح بن احمد البلوشي هي اللي في المركز الأول، هي اللي مسيطرة والأقرب للسيارة في هذه اللحظات، ولكنهم وصلوا الجماعة، وصلوا الجماعة. مبخوت بن حمد بالعود العامري، ولكن هنا المركز الثالث. شوف اللي وصلت، الدرعية، الدرعية فري بن علي بن حموده الظاهري في المركز الثالث. الشعار الاقتصادي، شعار الرموز، شعار التحديات، الأمتار الأخيرة. فري بن علي، فري بن علي بن حمودة، فري بن علي بن حمودة. الدرعية، 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 خلاص أعلنت الفوز. النقطة الثانية، مشكور يا الحاسم، مشكور يا حمد بن حمدون يا الوهيبي على هذا الفوز. وهذه الدرعية، الدرعية فري بن علي بن حمود الظاهري تنتزع الناموس والفوز في الأمتار الأخيرة، بينما المركز الثاني مملكة في المركز الثاني لنواب بن نوح بن أحمد لبلوشي، والمركز الثالث، المركز الثالث لمبخوت بن حمد بالعود العامري الشاهينية. المركز الرابع من وصلت فيه مشاهدي الأعزاء شهب لمطر بن حمد، مطر بن محمد بن دحروي العامري. والمركز الخامس، هذه وصل الصبا لراشد بن سعيد بن حبو الحميري. هكذا كانت النتيجة. عودي إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام في مسار هذا الشوط وهذا الاندفاع الجميل. التوقيت الزمني 8:59 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لفري بن علي بن حموده الظاهري، والشعار الاقتصادي على فوز الدرعية بهذا الأداء الجميل. 9 دقائق وجزء واحد من الثانية، من قدمت كذلك أداء جميل مملكة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. 9 دقائق وثانية بل 9 دقائق وجزء واحد من الثانية، بينما 9 دقائق و3 أجزاء من الثانية اللي حلت في المركز الثالث بهذا التوقيت الشاهينية لمبخوت بن حمد بالعود العامري. تهانينا والناموس ل